لو كنت صاحب شركة أو عقار أو منشأة تجارية أو صناعية وتحتاج برنامجا ينظم حساباتك ويسهل عملك، إذن هذا الإعلان لك. كوماسوفت توفر لك برامج جاهزة ومتاح للتعديل عليها ومتاح لتصميم خاص. برامجنا في مختلف المجالات، منها المبيعات والمشتريات، شحن وتوصيل، عقارات، محاماة، شؤون موظفين، مخازن، كل ما تحتاج إليه ستجده. البرامج تعمل باللغة العربية والإنجليزية، وليس هذا فحسب، بل بدون اشتراك شهري ولا تجديد سنوي، يعني البرنامج لك مدى الحياة. دعم فني 24 ساعة مع فريق عمل متخصص خبرة أكثر من 10 سنوات. عملاؤنا من جميع أنحاء العالم، أكثر من 100 شركة وجهة حكومية. كل ما عليك أن تتواصل مع موقع كوماسوفت أو أن تحمل التطبيق كوماسوفت ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح برنامج لإدارة المبيعات والمخازن، يصلح لجميع الأنشطة التجارية والمخازن عامة وحالات بيع وشراء. هنشوف معانا دلوقتي أول حاجة بيظهر قدامنا شاشة تسجيل الدخول، بنعمل لوجن. طبعا البرنامج متوفر باللغة العربية وباللغة الإنجليش، يعني لو في موظفين أجانب ولا حاجة، مجرد ما نعمل إن أوتوماتيك كل المصطلحات عندي بتتحول للغة الإنجليزية. تمام، أول حاجة في البرنامج هو سهل جدا وبسيط. أول حاجة بنبدأ نضيف الأساسيات، أو بنعمل التعريفات، قائمة التعريفات، إن إحنا بنبدأ نعرف المخازن اللي عندنا، الأصناف. بعد كده بيبقى عندنا قائمة بالأصناف، بنعرف الموردين، بنعرف العملاء، المصروفات، بنعرف الإيرادات. عندي برضو في الخزينة والبنوك بنبدأ نعرف، عندي خزنة رئيسية، خزنة فرعية، عندي بنك، البنوك، الحسابات كلها بنبدأ نسجلها، لأن احنا عارفين طبعا لما نيجي نحصل فلوس بنحطها لا في خزنة لا في حساب بنك، بنيجي ندفع فلوس، نفس النظام، بتخرج من خزنة معينة أو بتخرج من حساب بنكي معين. فبالتالي بنبدأ نقدر نتابع التقارير، حركة النقدية. تمام، يبقى احنا اول حاجة بنبدأ نعرف كل زي ما احنا قلنا، بنبدأ نعرف الحاجات الأساسية عندنا كأصناف، كموردين، كعملاء، كمصاريف. عندي بنود مصاريف معينة ببدأ أعرفها، عندي بنود إيرادات أخرى ببدأ برضو بعرفها. طيب أول حاجة بنبدأ نعرف المخازن اللي عندنا، وليكن عندنا المخزن واحد أو المخزن الرئيسي. تمام، الشركة مثلا عندها أكتر من مخزن، بنبدأ نعرف المخازن. بقى هنا مثلا مخزن الفرعي. تمام كده، يبقى احنا بنبدأ نعرف كل المخازن اللي عندنا. بعد كده بنبدأ نعرف الأصناف، عندنا مثلا اسم الصنف، صنف واحد. طيب فأني مخزن صنف واحد ده؟ في المخزن الرئيسي. طب كود الصنف، فبنبدأ برضو نعمل عملية تكويد، وليكن الكود 001. تمام، الماركة، بنبدأ نحط الماركة الخاصة بالصنف، لو مفيش مش مشكلة نسيبها. لو الصنف ده مثلا لو مخزن أو مصنع ملابس مثلا، فبيحتاجوا اللون، فبنبدأ نحط الألوان كلها واللي احنا عايزينها. تمام، طيب لو عندنا الرصيد بقى الموجود حاليا، ده رصيد افتتاحي بيتحط مرة واحدة. تمام، هنقول مثلا عندي من الصنف ده 1000، ايا كان بقى 1000 قطعة، 1000 ايا كان ايه هو نوع الصنف. تمام كده، سعر البيع بحيث يظهر معانا اوتوماتيك في فاتورة المبيعات، وليكن 100 جنيه. تكلفة الشراء وليكن 80 جنيه. تمام كده، بعد كده بنحفظ، بنبدأ نطلع صورة للصنف ده او صورة للماركة دي. تمام، بنعمل هنا اتشمنت، وبنبدأ نختار مثلا صورة الصنف ده، هنا بنعمل اد. طبعا كل واحد عارف الصنف بتاعه، حطه الصورة بتاعت الصنف حاططها فين. تمام كده، يبقى دي شاشة تعريف الأصناف. يبقى احنا بنعرف المخازن رقم واحد، بعد كده بنبدأ نعرف الأصناف الموجودة في كل مخزن، بنعمل حفظ.
دي قائمة بالأصناف، عندي الصنف ده الكود بتاعه، ده اللون، ده اسم الصنف، في أي مخزن، الماركة، الكمية، سعر البيع، سعر التكلفة، إجمالي التكاليف. الماركة دي ممكن نقول عليها الوحدة برضو، يعني إيه الوحدة بتاعة الصنف ده، تمام؟ يعني مثلا أيا كان بقى، كل واحد حسب شغله وحسب النشاط بتاعه. طيب عايزين نضيف صنف تاني، مثلا أدي صنف اتنين موجود مثلا في المخزن الفرعي، تمام؟ ممكن نضيف برضو صنف واحد موجود في المخزن الرئيسي، مفيش مشكلة. الكود هنقول مثلا 505، ونحط هنا الماركة أو الوحدة، وهنا لو في لون، وبنحط طبعا الكمية المتواجدة حاليا في المخزن، وسعر البيع بحيث يطلع معانا في الفاتورة، وتكلفة الوحدة وحفظ، تمام كده، وهكذا. يبقى احنا بنضيف في الاصناف، بعد ما نضيف في الاصناف عندنا قائمة بالاصناف، عايزين نضيف المورد، الموردين اللي عندنا. عندنا مثلا مورد واحد، رصيده مش شرط يكون في رصيد، يعني هو ليه عندنا فلوس، لو ليه عندنا فلوس ده مثلا ليه عندنا 15,000، نبدأ نحط ايه ال 15,000، تمام، الرصيد بتاعه، بحيث ايه احنا روحنا اشترينا منه مثلا فاتوره اجل بعد كده، فتنضاف بقى ايه على رصيده، يعني لسه ليه فلوس. طب حبينا نسدد له مثلا، جينا مثلا في يوم معين سددنا 5، فرصيده هنا يقل، يبقى كام؟ 10. فهنا بنعرف المورد والرصيد الافتتاحي بتاعه، يعني هو ليه عندنا فلوس ولا لا، ما لهوش خلاص بنسيبها فاضيه. بنبدا نحط بقيه البيانات برضو نفس النظام، لو عايزين البيانات دي كلها انجليش، بحيث موظف مثلا اجنبي ما يفهمش عربي شويه، فعادي متوفر برضو اللغه الانجليش، بنحفظها في قائمه بكل الموردين، بنقدر نطبعها، بنقدر ناخد منها بي دي اف، تمام. طيب يبقى هنا عندنا ده المورد واحد. مثلا عندنا بعد كده بنبدأ نعرف العملاء، عندي مثلا العميل واحد، الرصيد بتاعه، يعني انا ليا فلوس عنده لان انا ببيع لعميل، مثلا ليا عنده 150,000. حد الائتمان، حد الائتمان دي مثلا ان انا حاطط رينج معين، يعني هو مثلا عليه، يعني احنا لينا عنده 150، جميل، فانا عايزه اقول ان هو اخره 200,000 كحد ائتمان، يعني تديني تنبيه لو رصيده وصل لل 200,000 او اكتر، او هو صاحب الشغل حاطط ان ما ينفعش نديله بضاعه طول ما هو عليه فلوس وصلت ل 200,000، لا، يسدد اللي عليه الاول وبعد كده نطلع له بضاعه. ففي الفاتوره هيبان قدامنا حد الائتمان بتاع العميل، بحيث لما يجي يطلب مثلا بضاعه، لا ده انت حضرتك وصلت لحد الائتمان، مش هنطلع لك بضاعه تانية الا لما تسدد ايه اللي عليك. يبقى حد الائتمان انا بحط رينج معين لرصيد العميل، اللي انا ليه عنده فلوس، فما ينفعش يقعد يسحب مني بضاعه وهو مثلا وصل رصيده 200,000، يعني انا ليا فلوس عنده 200,000 وجاي يطلب تاني، فما ينفعش. فانا بعمل زي كنترول على الشغل، لما يجي يطلب ادي تنبيه كده للموظفين، العملاء عندهم مثلا ما يوصلش رصيدهم اكتر مثلا من 200,000 او 200,000، تمام، بحيث ايه ما طلع لهمش بضاعه، لازم يسددوا على الاقل دفعه او اجزاء من اللي عليهم، بحيث ايه نقدر نطلع ليهم طلبيه تانيه. طيب يبقى دي حد الائتمان بشكل مبسط. بنبدأ نضيف كل العملاء والأرصدة وبقية التفاصيل زي ما احنا شايفين. طيب يبقى ودي قائمة بالعملاء، بنعرف المصروفات، يعني مثلا عندي بندفع إيجارات، تمام، بندفع مثلا كهرباء، المصاريف المتعارف عليها في كل مكان، تمام كده، تليفونات، انترنت، مصاريف، كان كله نبدا نسجل الهدف من تسجيلها، بحيث نبدا برضو نتابع حركه المصاريف الخاصه بالنشاط، تمام كده، كهرباء بقى، نور، ميه، بنبدا نعرف. طب الايرادات ايه؟ الايرادات دي ايرادات اخرى، يعني مثلا الشركه هي اساسا بتبيع مثلا اصناف، مثلا ايا كان ايه هو نوع الصنف، بس برضو جنب النشاط ده بتاجر سيارات، تمام، فده ايراد اخر. فبنبدا نعرف الايرادات دي، بحيث برضو بعد كده بنقدر نتابع التحليلي او الحركه بتاعتها، ان احنا نشوف والله الايراد ده جاب لنا كام خلال فتره معينه. طيب احنا برضو عايزين نعرف الخزينه والبنوك، وليكن عندي الخزينه واحد مثلا، الرصيد اللي فيها 100,000، طبعا لازم يعني لو فيها فلوس بنحط والله الرصيد كذا. طيب حسابنا في البنك، وليكن بنك مصر،
سيبنا بقى مثلا في كام مليون مثلا، فاحنا بنبدأ نحط الحسابات دي، لأن طبعا احنا هنسدد هنحصل، فأكيد اللي هنسدده أو هنحصله هيخرج من خزنة أو من بنك، أو الفلوس اللي أنا هاخدها مش هحطها في جيبي، أكيد برضو هحطها في خزنة الشركة أو هحطها في حساب البنك، فبرضو عشان نقدر نتابع حركة النقدية، نشوف التحليل بتاعها، حركة البنك أو النقدية التحليل بتاعها، نشوف إيه اللي حصلناه، تحصيلات إيه اللي دفعناه، فنبدأ برضو نتابع الأرصدة بتاعة حركة إيه الخزينة والبنوك. طيب يبقى احنا كده عرفنا الاساسيات، هنبدا بقى نشتغل دلوقتي في قسم المشتريات. ان احنا مثلا عايزين هنشتري حاجه من مورد معين، فبيبقى في فاتوره مشتريات، تمام كده. طيب بنختار طبعا اسم المورد ده اساسي. طب البضاعه دي هتخرج من هتدخل في انهي مخزن، وليكن المخزن الرئيسي. طب ايه رقم الفاتورة؟ بنبدأ نحط رقم المستند من الفاتورة مثلا في اي نوتس. بعد كده مجرد ما بختار مثلا كود الصنف 001، اوتوماتيك بيظهر لي اسم الصنف. لو كنت مختار لي لون لو انا عايز في اكتر مثلا من لون، يعني مثلا لو احنا هنتكلم على مصنع مثلا ملابس مثلا، طيب انت هتشتري الصنف الواحد ده في اكتر من لون، اللون اسود اخضر احمر، فانت برضو ممكن تعرف ايه ده حاجة إضافية. يعني لو في المكان ده أو الشركة دي أو المصنع ده أو المخزن ده شغال في حاجة فيها ألوان فيها كولر، ما فيهاش خلاص بنسيبها، ما فيش مشكلة. الماركة دي اللي هي الوحدة أو في ما فيش مشكلة برضو. الكمية أنا هشتري كام، وليكن 100، تمام كده. تكلفة الوحدة اوتوماتيك جات لي اللي هي 100 من شاشة التعريف، دلوقتي عندنا ايه 10,000. طيب لو احنا مثلا بندي خصم على الكمية، يعني مثلا هديك خصم مثلا 2 جنيه في الميتين، في الميتين دول اللي هو مثلا المورد هو يدينا خصم وليكن 2 جنيه، فهنلاقي هنا اجمالي القيمة هتظهر عندنا 200، فهيخصم من اجمالي الفاتوره اللي هي 10,200 جنيه. طيب قيمه الخصم لو انت مثلا خدت خصم تجاري حاليا، يعني مثلا يعني الكميه دي زي ما احنا عارفين ان هو مثلا ايه، والله انت لو اشتريت مني 100 قطعه هديك على كل قطعه هخصم لك 2 جنيه فهو ده خصم الكميه. مثلا قيمه الخصم ده خصم اضافي مثلا، اللي هو مثلا ايه لو انت هتدفع مثلا دلوقتي حالا هديك مبلغ معين، تمام. بس هي الفاتوره دي فاتوره اجله، فلو هو هيديك اي خصم اضافي بنحطه في قيمه الخصم، ما فيش خصم اضافي خلاص خانه زياده مش هتاثر في حاجه. طب نسبه الضريبه وليكن 15%، عندنا مثلا 14 السعوديه 15 مش عارفه هنا 5، لا اتغيرت بقت 6 بقت 7 بقت 8 بقت 10، مش هتفرق معانا، انا هحطها كافتراضي وممكن تغيرها حسب نسبه الضريبه. لو مش في ناس ما عندهمش موضوع الضريبه ده خلاص نخليها صفر، تمام كده. طيب وبعد كده بيطلع لي ايه بقى، إيه صافي الفاتوره، تمام. يبقى ده هنا الرصيد بتاع 11,300 بتاع المورد، وهو كان عليه تقريبا في الرصيد هنشوفه الرصيد الافتتاحي، فهتلاقيه هيزيد على الرصيد لان دي فاتوره ايه اجله، بنحفظ حفظ، تمام. دي فاتوره زي ما احنا شايفين فيها القيم وفيها التكلفه فيها القيمه فيها خصم فيها ضريبه. طب احنا دلوقتي حضرتك احنا عايزين البرنامج ده لمخزن، في المخزن مش يعني امين المخزن ما يهموش بقى القيم والتكاليف والحاجات دي كلها اللي احنا عملناها والضريبه، لا اديني اصناف واديني يعني مثلا كارت صنف، اسم الصنف الوارد منه او المنصرف منه. طب انا عايز اذن اضافه، ده فاتوره مشتريات، فهي خلاص هي اوتوماتيك اتضافت ككميات واوتوماتيك اضافت كقيم عشان نطلع التكاليف بتاعه الشراء دي، تمام كده. بعد كده احنا دلوقتي انا عايز اطبع اذن اضافه بحيث اوديه لامين المخزن عشان يستلم البضاعه دي ويدخلها. طبعا امين المخزن زي ما احنا عارفين هو دي كميات ملوش دعوه بتكلفه وحده وضريبه وخصم، ملوش دعوه بالحوارات دي، هو بيستلم كارت صمت وبيدخل البيانات وبيطبقها باذن الاضافه ده. طيب يبقى احنا ممكن من فاتوره المشتريات نبحث برقم المستند ونطلع منها ايه كميات فقط بحيث نطبعها لامين المخزن، تمام كده. طيب يبقى ده للطباعه فقط، نبحث على رقم المستند اللي هو دخلناه في الفاتوره ونطلع منه اذن اضافه اصناف. طيب مرتجعات المشتريات نفس الفكره، احنا بنختار مثلا المورد واحد مثلا هنرجع للمخزن
مرتجعات من المخزن الرئيسي، تمام، هرجعها للمورد ده، رقم المستند مثلا 3 اتنينات، وبعد كده بنختار الكود اوتوماتيك، بيطلع لي ايه اسم الصنف وسعر ايه التكلفة بتاعته. طيب احنا والله كنا اشترينا 100، هنرجع مثلا 20 قطعة، تمام، اللي رجعناه اللي خدناه بخصم هنرجعه اكيد بخصم، تمام. بنبدأ بقى لو في ضريبة، في قيمة خصم إضافي حالي فوري، بنبدأ نحط التفاصيل دي وبنحفظ، تمام، خلاص. طيب لو أنا عايز بقى إذن صرف، إذن مرتجع أصناف اللي هو يعتبر صرف، إن إحنا إيه إذن مرتجع مشتريات، يعني ده برضو بياخده أمين المخزن، والله خد أهو من مرتجعات المشتريات، طلع لنا من المخزن 20 مش عارف إيه، فياخد الورقة فيطلع، تمام. فكل ده ككميات، الفرق إن هنا مش ظاهر بس حركة اللي التكلفة أو الإجمالي أو الضريبة زي ما إحنا شايفين. طيب برضو بنبحث مثلا 3 اتنينات، بيظهر لي إيه التفاصيل زي ما إحنا إيه شايفين، وطبعا بنقدر نطبعها، بناخد منها PDF، لو عايزين PDF بنختار هنا PDF، او لو اسم طبعا عندنا معينة بنختارها ونطبع ايه الفاتورة، بتطبع على A4. طيب يبقى احنا هنا دي المشتريات والمرتجعات الخاصة بيها. طيب احنا مثلا عايزين ندفع للمورد، تمام، مورد واحد رصيده 24,040، تمام. طيب ان احنا ندفع له مثلا وليكن هندفع له 10,000، تمام. هنا في اسم مصروف، دي حاجة إضافية مثلا اللي احنا لو هنعرف مدفوعات الموردين فممكن نسيبها مفيهاش مشكلة. رقم المستند، بنحط رقم المستند بيهمنا في البحث بعد كده، بنحط شرح سداد للمورد مقابل قيمة بضاعة. طيب الفلوس دي هنسددها منين، من خزنة واحد ولا البنك؟ يبقى هنا دي مهمة، لازم نختار انت الفلوس دي جبتها منين، انا هتخرجها من انهي حساب، عشان برضو نتابع الحساب ده زاد بايه قل بايه، في اخر اليوم مثلا نشوف الخزنه فيها قد ايه، حسابنا في البنك اخر الشهر مثلا لما يجي لنا كشف حساب البنك فاحنا نقدر نعمل تسويات بنكيه، فنقدر نتابع رصيدنا، تمام. فنقول مثلا خزينه واحد وهنسيب. طيب يبقى احنا دفعنا للمورد، كشف حساب المورد بقى دلوقتي بنختار المورد من هنا، ونقدر نفلتر على المدة كمان. المورد ده كان رصيده الافتتاحي 15,000 كان دائن، صح، ودي 15,000، وهنا الرصيد الافتتاحي 15، ده الرصيد النهائي 14,40. طيب فاتورة مشتريات، فاتورة المشتريات دي كانت ب 11,300، مظبوط، بعد كده رجعنا له بضاعة ب 2,260، مظبوط، فهتلاقي الرصيد بيظهر حركة الرصيد أول بأول، المدفوع دفعنا له 10، فهتقل معانا بدل 24 بقت 14، ده كشف حساب مورد. وبمعنى آخر تحليل المورد، في ناس يقول ايه تحليل حساب المورد او كشف حساب مورد، ايا كان المصطلح، يعني التفصيل الخاص بحركات ايه المورد، وفي تقرير حركة مورد، تمام. طيب يبقى ده هنا كشف حساب ايه المورد زي ما احنا شفناه، وفي تقرير حركة الموردين، كل مورد يجيب لي الرصيد النهائي بتاعه فعلا نفس الرصيد، ورصيده هل دائن ولا مدين، تمام كده. طيب تقرير حركة المورد اللي هو بقى التفصيل بقى، يعني حاجة تفصيلية جدا، فيها الصنف، فيها الكمية، لا يعني ايه حركة المبيعات بتاعة المورد، يعني سوري حركة مشتريات ايه المورد، يعني بنعرف الحركة بشكل تفصيلي، يعني بيظهر لي الأصناف وكده، مش مجرد التوتال زي ما شفنا في كشف حساب المورد التوتال بتاعة الفاتورة، لا ده بيظهر لي التفاصيل كلها بتاع كل فاتورة، تمام كده. يبقى ده حاجة تفصيلية. نفس الكلام في المشتريات، نفس الكلام في المبيعات، بنطلع مثلا فاتورة مبيعات للعميل، ظهر لي بقى ان حد الائتمان 200، رصيده كام 150، يعني رصيده لسه ما تعداش حد الائتمان. المخزن الرئيسي لما يتعدى حد الائتمان بيدي كلر احمر، يعني بيدي لون احمر كده، تمام. رقم الفاتورة، بعد كده بنختار كود الصنف، اوتوماتيك بيظهر لي ايه التفاصيل الخاصة بيه، وليكن احنا هنبيع 500 قطعة او 500، تمام. وبعد كده
عندنا هل بندي له خصم كمية؟ لو بندي له خصم كمية على كل وحدة بنكتب 3 3 في 500، فيظهر لي مثلا هنا 1500. في خصم فوري بندهوله ماشي، ما فيش خصم تاني أو فترة، مثلا في فترة كده بيبقى في خصومات، عايز تدي له خصم كقيمة دي، مش عايز مش ما فيش مشكلة. نسبة الضريبة مثلا بنبدأ نحط مثلا نسبة الضريبة اللي 14%، او زي ما احنا عارفين السعودية مثلا 15، ايا كان بقى، او ممكن المكان ده ما لا يطبق عليه نسبة الضريبة صفر، هنا ايه محطوطة في الراديو ممكن نغيرها، ما فيش اي مشكلة. طيب بيبقى دي فاتورة مبيعات نفس النظام، بنحفظها بنقدر نطبعها. طب انا عايز بقى اذن صرف، اطلع اذن الصرف من فاتورة الايه برقم المستند اهي. الفرق بس ان ايه، شلنا بقى الضريبه، شلنا التكاليف، سعر البيع الاجمالي، لا هي الكميات. معانا اذن اضافه اهو، بنطبعه ندي الامين المخزن يمضي عليه فلان فلان، خلاص يبقى احنا ندي سوري اذن صرف، بندي لامين المخزن اصرف لنا من المخزن من الصنف كود 001 كميه 500 بس كده. هو امين مخزن ملوش غير ان ايه، تدي له اذن وهو بيخرج، كل واحد بقى بيمضي حسب صلاحيته، اللي هو مثلا توقيع المستلم، المدير المباشر، المدير عام، امين مخزن، كل التوقعات دي ايه بتتم. طيب ده للطباعه، بنخرجه من فاتوره المبيعات. ما هي انا انا دلوقتي خرجت فاتوره مبيعات، ما فاتوره المبيعات دي بتفيد مثلا العميل، بنطبعها للعميل لو هو عايزها مخطومه عشان الضريبه او ايا كان عايز فاتوره، فبنبدا نطبعها ما فيش مشكله. نفس الكلام في مرتجعات المبيعات، ان احنا بقى ايه بنختار العميل، والله هو العكس بقى رجع لنا بضاعه، تمام، بنختار الصنف وبنبدأ نقول والله هو رجع لي، كان واخد 500 رجع لنا مثلا 200، تمام، كان واخد خصم مع الواحدة مثلا 3، فاللي راح بخصم يجيب خصم من نفس النظام، هي نفس الفكرة. ونبدأ نحط بقى القيم والنسب، وطبعا بنقدر نختار أكتر من حاجة يعني، ونكمل هي مفتوحة معانا، تمام، بنقدر. بس هنا طبعا هو اوريدي ما كانش اشترى مننا الصنف ده، او نفترض ان هو كان اشتري بس فترة سابقة، تمام كده بنحفظ. طيب اذن مرتجع المبيعات نفس النظام للطباعة، بحيث بيفيد امين المخزن ان يضيف، يعني عامل زي اذن اضافة يعني، بس ده خاص بالعملاء، بيضيف البضاعة اللي ايه رجعت من العملاء، تمام. برضو بنختار ببحث برقم الفاتورة او برقم المستند، وبنبدأ نطلع ايه التفاصيل بتاعتها نطبعها. طيب يعني الاذون هنا للطباعة، الاساس ان احنا بندخل فواتير، مشتريات، فواتير، مبيعات، مرتجعات، مبيعات، مرتجعات، مشتريات، نفس الفكرة. تحصيلات العملاء، في عميل جيم في معين عايز يسدد بقى الفلوس اللي عليه، رصيد العميل واحد 172,400 مثلا، هيسدد 72,000. طيب يسددها، هنحط الفلوس دي في انهي خزنه، فنبدا نشوف هنحطها مثلا في بنك مصر، وراح اعمل ايداع في بنك مصر، عايزين هنا نعمل في الشاشه اللي هي نوع الايراد، نبدا نعرف ايرادات اللي هي مثلا تحصيلات عملاء، ما فيش مشكله. دلوقتي عندنا رقم المستند اللي هو رقم الشيك، بنبدا نحط مثلا اخر 4 ارقام او اخر 6 ارقام من الشيك، وبنحط الشرح هل تم التحصيل او تم، تمام، بحيث برضو في كشف بالتحصيلات بتاعه العملاء، بنبدا نشوف ايه اللي تم ايه اللي ما تمش، تمام. يعني بنقدر في الشاشه دي نسجل برضو زي فكره اقساط، يعني ان احنا بنبدا نسجلها بس لسه لم تحصل او لم يتم، ونبدا نتابعها من الكشف التحصيلات اللي تم اللي ما تمش، تمام. فالفكره بتاعت تم وما تمش دي، ان ممكن انا هو اداني شيك، فانا بسجل ان انا خدت الشيك ده، بس انا ممكن فعليا ما حصلتهوش، ما روحتش البنك بتاعه وصرفته، او مثلا في ناس بتبيع وبتاخد زي بوليسه كده مقابل البضاعه دي، فهو لسه ما وداش للشركه بتاعت الشحن عشان يصرف البوليسه دي اللي هي مقابل فلوس او زي مستند ايا كان المصطلح، يعني هو خد حاجه فهو عايز يثبتها، بس تم التحصيل دي اللي هو بشكل فعلي انه خلاص بقى كاش، تمام، كاش ونزلت في حسابنا في البنك
او في حسابنا في الخزينه ايا كان. يعني الورقه دي تحولت لنقدا فعلا، فاحنا نقول ايه تمام. دي التحصيلات. بنتابع بقى تحصيلات العملاء زي ما احنا قلنا، ان احنا بنبدا نحط اسم العميل. فاللي تم عندنا هو واحد، هو هنا نفس الاسم اهو، اسم ايه العميل برضو. لو في كذا حساب بيظهر معانا، بنبدا نفلتر سواء كل اللي تم او لا يتم، او على حسب عميل معين تم او لا يتم. دي قائمه ايه التحصيلات، بحيث اتابعها، والهدف منها القائمه ديت ان احنا برضو بنقدر نعدل فيها. يعني مثلا لا انا اتلخبطت، هي كانت لا يتم مثلا يعني، وخلاص يبقى هي كانت لا يتم، ان احنا لسه ما حصلناش، هي مجرد ورقه معانا، شيك معانا بنثبته بس في البرنامج، بس لسه ما حصلناش بشكل فعلي ان هو ايه وارد. وارد لما نيجي نحصل الورقه دي يحصل مشكله، تاخد عليها رفض، مش عارفه ايه، يبقى في اي مشكله، يبقى احنا اثبتنا بس كده ان احنا خدنا حصلنا من العميل سند معين او ورقه معينه او بوليسه معين ايا كان. لما نيجي نحصلها بشكل فعلي بنقول بقى هنا تمام، بس هو بيحفظها اوتوماتيكي. كشف حساب العميل، مثلا العميل هنا كشف الحساب بتاعه، الرصيد بتاعه 150، ده الرصيد الافتتاحي، وده الرصيد ايه النهائي، هو نفس الرصيد اللي هنا. الرصيد الافتتاحي طبعا احنا عارفين العملاء رصيده طبيعته مدينة، فالرصيد بتاعه مدين، فنزل هنا مدين، فاتورة مبيعات كانت آجلة برضو مدينة، فزادت 150 و56 و206. مرتجعات طبعا دائن، فهتقلل من رصيده تمام، يعني من الفلوس اللي عليه لينا تمام. تحصيلات حصلنا منه، فبالتالي هتقلل برضو من رصيده، فأصبح رصيده 100 و400 100 1400 جنيه تمام كده. طيب طب لو احنا قلنا مثلا فاتورة مبيعات تاني، لو جينا هنا مثلا العميل لسه برضو ما تعداش ده 100، وهنا ايه الحد الائتمان 200، نطلع له مثلا فاتورة تكون معديها حد الائتمان مثلا. لما هو عدى حد الائتمان ظهر بقى باللون الاحمر، خلي بالك ده رصيده تخطى حد الائتمان. دي الفكره بتاع حد الائتمان، يعني اللي هي كمتابعه للموظف، ان لما يجي حد يطلب منه حاجه فيبقى هو متابع رصيد العميل، ان هو هل تخطى الحد المسموح بيه ولا لا. تمام، يبقى احنا هنا خلاص عرفنا كشف حساب العميل، تقرير حركة العملاء ان هو بيزل كل العملاء والارصدة النهائية بتاعتهم وحسابهم ان كان مدين ولا دائن. ففي حد يقول لك هو العميل ممكن يجي دائن حضرتك، او ممكن هو يديني فلوس ويحصل العكس، يديني فلوس ان هو يحتجز بضاعة معينة وانا ما عنديش كفة البضاعة، يعني اديته جزء منها فهو لسه ليه فلوس، سوري ليه بضاعة عندي، هو ممكن يديني فلوس مقابل ان انا هجيب بضاعة من خارج البلاد مثلا، او قلت له مثلا تعالى يوم معين خدها. فهنا لازم يظهر حسابه دائن، ان هو ليه هو عندنا او دافع فلوس مقابلها ما خدش بضاعة، فلازم يظهر دائن عادي. هو الطبيعي ان العميل مدين، فلما يكون واخد حاجة آجلة وما دفعش حقها فيبقى ايه برضو مدين تمام، بس وارد عادي. فهنا الحركة مدين ودائن بتبين لي ان كان ليا او عليا، هنا واضح ان انا ليا، ليه عنده مثلا 215,400 جنيه تمام كده. طيب ده زي ملخص. وعندنا مثلا تقرير عملاء حد الائتمان، ده وصل لحد الائتمان، فبقى ممكن اطبع وابدا اتابع معاهم، اتصل بيهم اقول لهم لا انتوا رصيدكم وصل، فلازم تسجلوا تدفعوا، فيبقى في متابعه. تقرير حركة العميل ده بقى اللي هو بيظهر بقى الصنف والتفاصيل كلها، كمية يعني الفواتير، المبيعات، المشتريات، الحركة التفصيلية بتاعت العميل اللي فيها الأصناف والخصم والضريبة تمام، حاجة تفصيلية يعني يعتبر زي يعني تفصيل المبيعات بتاعت العميل تمام كده. طيب يبقى ده المشتريات ودي المبيعات. الايرادات والمصروفات بنبدا نعرف الايرادات، بنضيف الايرادات، بيظهر معانا كشف بكل نوع من الايراد والتوتال بتاعه. عندنا تقرير من خلال تقرير حركة الايرادات من فترة لخلال فترة، بنبدا نعرف كل المصاريف، بنبدا نضيف مصاريف عندنا، وبنبدا نتابع حركة كل المصاريف خلال فترة معينة ونفلتر عليها.
تقرير برضو حركة المصروف بشكل إيه تفصيلي، إيرادات ومصروفات أخرى، تمام؟ أي إيراد جاي لنا آخر، حصل مثلا مكتب بعناه فدخل لنا إيراد فنسجل دي إيرادات أخرى. طيب بحيث برضو نتابع الحركة بتاع الإيرادات الأخرى. الخزنة والبنك زي ما احنا شوفنا إن احنا بنبدأ نعرفهم بتظهر قائمة بالرصيد الافتتاحي بتاعهم، وبنقدر نحول من حساب البنوك أو مثلا العكس، يعني مثلا تم إيداع مثلا هنسحب من البنك، ودي رقم حساب البنك مثلا، تمام؟ هنسحب من 1,072,000 مثلا، هنسحب 10,000 مثلا، تمام؟ وهنحطه في أنهي حساب؟ مثلا في حساب الخزنة، يعني هنروح البنك هنسحب 10,000 ونروح نعمل لهم إيداع إيه في حساب الخزينة. بنحفظ اولا ليه؟ لان ممكن واحد يتلخبط ويختار البنك فيقول لك تنبيه هام الاسم مكرر، يعني ما ينفعش يعني احول من بنك مصر الى بنك مصر، مش هينفع. فهنا ايه لازم نحفظ اولا عشان نتاكد من العمليه التنبيهيه دي، وبنبدا نحول. اوكي، لما نيجي نختار نفس البنك تاني رصيده قل ب 10,000، لما نيجي انا مثلا نختار الخزنه رصيدها كانت 90 بقت 100. فاحنا بنعمل تحويلات بين الحسابات، البنك والخزينه او من بنك لبنك، تمام؟ ولا رحنا سحبنا من البنك حطينا في الخزنه عملنا ايداع في الخزنه، او العكس سحبنا من الخزينه حطينا ايداع في البنك، يبقى دي تحويلات. وبنبدا نتابع حركه الخزنه او البنك، بيظهر لي بقى والله رصيد افتتاحي مدفوعات ايداع، طب البنك التفاصيل بتاعتها رصيد افتتاحي وهكذا، بيبدا يديني الحركه التفصيليه، تمام؟ لما احنا شفناها يبقى احنا بنحول وبنشوف تقرير حركه الخزينه او البنك بشكل تفصيلي، وارصده الخزينه اللي هو الشكل النهائي بقى، يعني مثلا ايه كان رصيد افتتاحي بعنا بقد ايه مشتريات، طب المدفوعات، طب التحصيلات، طب السحب الايداع. فتلاقي برضو الرصيد النهائي برضو متوافق 100، هنا 162,000، تمام؟ وعايزين نبحث مثلا دي كل التعاملات اللي تمت في مثلا في الخزنة والبنك، دي في الخزينة دي في البنك، وبنبدأ نشوف اه والله هنا كان في افتتاحي كذا، فيظهر لي يعني بحث كده زي ما احنا شايفين بيفيدنا نشوف نتابع التحويلات نتابع كذا. دي كلها طريق بحث برضو بيفيدنا ان احنا نتابع حركة الخزنة والبنك، تمام كده. في بحث تاني ان انا مثلا عايز ابحث في فواتير المبيعات، وليكن في الفاتورة رقم 1 فيعرض لي التعامل اللي هو الترقيم بتاع 1، تمام؟ وممكن نغير البحث يكون برقم المسار ما فيش مشكلة، بس احنا انا مخليها على الترقيم. طيب عايزين نبحث مثلا في شاشة تانية في المشتريات، فبنبدأ نحط المشتريات فيظهر لي التعامل الخاص بيها، تمام؟ فاحنا البحث عندنا جميل جدا وكله في مكان واحد، بحث التحويلات، الايرادات، المصروفات، بحث في المدفوعات، الموردين، تحصيلات العملاء، مرتجعات المشتريات، بحث مرتجعات المبيعات. زي ما احنا شايفين البحث شكله جميل وسهل وكله في مكان واحد. التقارير، طيب ارباح الاصناف، ان انا عايز اشوف الاصناف اللي انا بعت منها سعر بيعها، تكلفه الوحده، هامش الربح، والله كان سعر بيعها 100 كانت تكلفتها 70 يبقى هامش الربح 30، ونشوف بقى الكمية والربح والإجمالي الخاص بيها. عايزين ملخص حركة الأصناف، الكمية الواردة، الكمية المنصرفة، الرصيد بالكمية ورصيد بالقيمة. عندنا حركة صنف، يعني مثلا عايزين نعرف حركة صنف معين في مخزن معين، فبيبدأ يطلع لي حركة الصنف بشكل تفصيل زي ما احنا شايفين، ونقدر ناخدها PDF أو نطبعها. عندنا حركة الأصناف كلها، إن يجيب لي كل الأصناف ورصيدها بتاع الكمية بتاع الرصيد الافتتاح بتاع أول المدة ورصيد الكمية الحلو. ممكن نبحث كمان بكود الصنف، يعني نفلترها على صنف معين. طيب بعد كده عندنا تقرير كميات الأصناف، اللي احنا مثلا اسم الصنف والتفاصيل بتاعته، مش اشترينا منه قد ايه، الرصيدة الافتتاحية، اشترينا، بعنا، مرتجعات، مشتريات، زي يعني تقرير تفصيلي بالأصناف. معنا عندنا أرباح الأصناف، ملخص الصدر الوارد، حركة الصنف، حركة الأصناف، تقرير كميات الأصناف، حركة العملاء، دي موجودة برضو في المبيعات، حركة الموردين، كل ده شفناه.
تمام. يعني البرنامج بسيط جدا وسهل، ونظام الصلاحيات بتاعته جميلة جدا، ان احنا بنقدر نخلي كل موظف يقدر يفتح شاشات معينة، كان فتح اضافة، حذف، تعديل، يظهر له حاجات معينة، يجي يدخل على شاشة معينة يقول له مثلا ليس لديك صلاحية، تمام كده. طيب، وعندنا برضو نسخ احتياطي، ان احنا بنبدأ نحافظ على شغلنا، ناخد نسخة دايما منها على هارد خارجي، على فلاشة، ممكن نغير كلمة السر الحالية الباسورد، والترجمة، ان احنا برضو العربي ده اساسي. طب انت عايز تغيره بدل اللغة الانجليزية، تغير اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية مثلا، فبالتالي هيسمع معانا، وهتلاقي لما تيجي تدوس بدل هتدوس على اي ان، هتلاقي كله العربي ده تحول لايه، للغة فرنسية. فبرضو مفتوحة ان ايه، كل واحد يقدر يغير اللغة العربية دي لاي لغة تانية هو عايزها، يبقى في لغتين، العربية هي الاساس واللغة التانية حسب اللي يكتبه. بس ده البرنامج بكل بساطة، والبرنامج بالفعل شغال في أكتر من شركة في مصر وفي الكويت وفي السعودية، وعملي جدا، وينفع لمجالات المخازن، وينفع لإدارة مبيعات ومشتريات أي أصناف أيا كان المجال، سواء شركات أو مثلا محلات عندهم أصناف، أو مثلا مصانع، مخازن، أيا كان هي الأصناف اللي بيستخدموها. والبرنامج متاح إن أنا أقدر أعدل عليه، لأنه من تصميمي بقدر أعدل عليه حسب الطلب. وأتمنى إن أنا ما أكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.